أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نأخذ اتصال من الأخ عبد الرحمن من الطائف، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن يجوز قطع الإشارة، لأن ما ورد السنة، يعني ما في دليل يمكن من القرآن والسنة يجوز أن يقطع الإشارة إذا سكت السيارة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقطع الإشارة إلقاء إلى التهلكة لما فيه من الخطر على السائق والخطر على الناس الآخرين، ولما فيه من معصية ولي الأمر، فعليه أن يلتزم بالانتظار حتى تفتح له الإشارة. نعم.